فالهون راح بس تشتغل معادله تبعت الاندكتنس لكور لكويل ملفوف حوالين كور او فيرومغنتيك كور. فعندي هون فيرومغنتيك كور لفيت عدد من اللفات من السلك حوالين هاي من هون عم بمر عندي كرنت وعندي هون راح يتكون فلوكس فاي ماجنتيك فلوكس فاي هذا الكور. هذا الكور في له طول في له افريج لينث من هون وهذا الافريج لينث او اللي هو الكور لينث. ولما مرر كرنت في هذا من هون لما مرر كرنت راح يتكون فلوكس في هذا الكويل. هلا راح نعرف الاندكتنس. الاندكتنس راح يساوي لامدا كابيتال ال لامدا على اي وكابيتال ال لامدا هي التوتال فلوكس لينك. توتال فلوكس لينكج ان ويبرز يعني التوتال فلوكس اللي انعمل له لينكينج لهذا الكويل واي طبعا كرنت ان امبيرز وال از ذا اندكتنس. فاحنا تعريفنا للاندكتنس اذا بدنا نكون دقيقين هو مش فاي هو التوتال فلوكس لينكج التوتال فلوكس اللي عمل لينكينج لكل الكويل. اذا ذا توتال فلوكس لينكج انتو ذا كويل بس كل لفه من اللفات هاي شو الفلوكس اللي بتشوفه؟ كل لفه شو بتشوف الفلوكس الماجنتيك فلوكس؟ فاي تمام. اذا عندي ال بتساوي ان فاي لانه هون انا عندي فاي لكل لفه كل لفه راح تشوف فاي فالتوتال فلوكس لينك راح يكون ان في فاي فبيصير ال بتساوي ان في فاي على اي. هلا هون بدنا نرجع نحسب بالنسبه لفاي اذا متذكرين فاي هي تكونت من ام ام اف ان على اي وفاي بتساوي الماجنتوموتيف فورس اللي موجوده هون على الريلكتنس تبع هذا الكويل والريلكتنس هون عندي كانت اف بتساوي ايش كانت تساوي الماجنتوموتيف فورس؟ ان في اي فراح يصير عندي ان وبعدين عندي ان في اي. لاحظوا الان هاي جاي من شيء ثاني غير هاي ان هاي عشان تعطيني التوتال فلوكس لينكج وان هاي لانها بتعطيني الام ام اف بعدين عندي اي هون وار ار كان يتناسب مع ال سي على ميو على اي فميو على اي بيطلعوا فوق واي بتشطب مع اي بصير عندي ان سكوير في ميو في اي على ال سي وهي معادله الاندكتنس لكويل ملفوف حوالين ماجنتيك او فيرو ماجنتيك كور.